لازم تموت مثل ما سببت بقتل ابني. انت شو عم تحكي؟ لازم اقتلك لاخذ بتار ابني. انت اللي بتستحق تموت مو ابني رشاد. اتركوني، بدي اقتله لهذا المجرم بعده عني. اتركوني اتركوني، هذا واحد قتل لازم يموت. يا مجنونة! بعد عني اتركني. فوق الاسعاف والشرطة بسرعة. وقف، استنى، لا تطلبوا حدا، ما بدي حدا. وانت واحد مجرم. ودي الصوت لو سمحت. يلا لف ورجع. شو؟ أنا ماني جاهزة، بدي أرجع على البيت. بس هلا أهلي بيكونوا ناطرين جيتنا. ناطرينك إلك مو ناطريني إلي. شو ممكن تكون ردة فعلهم ما فيني أتخيلها. أنا ملبكة متوترة. بس لما تزوجنا ما حسبنا حساب هالشي يا نور. إيه بعرف، بس أنا كتير ملبكة. أعصابي تعبانة اليوم وماني لقيانة. بتعرف إنهم ما رح يتقبلوا فكرة زواجنا، وبجوز يتخانقوا معك وتزعلوا من بعضكم بسببي مصطفى. اسمع مني، اتركن هلأ، ما بتعرف شو بصير بعدين. والله أنا خلص مليت من الخناق والعياط طول الوقت، بجوز ما أقدر أتحمل هالمرة. بس ما فيني خبي عنهم خبر زواجنا للأبد. طب قلن ياها شوي شوي. ما بصير تفوت لعندهم فجأة بدون مقدمات وتقلن تخيل موقفنا ساعتها، ما رح يستوعبوا. إذا ما رحنا هلأ بيقلقوا، بعرفهم ورح يسألوا ليش ما أجيت، ورح يبلشوا يدقدولي. بتلاقي لك شي حجة بس بترجاك لا تستعجل. خلينا نأجل الروحة لبعدين مشاني. معناتها بنرجع دغري من هون. كتير حلوة المنطقة هون. بتصدق يا مدام انه انا ونزير اكتشفناها بالصدفة؟ دائما بنجي لهون بالروحة وبالرجعة، ولما تدوقي الكباب هون بدك تاكلي اصابيعك وراه. كأنه عم نحلم. لا ما عم تحلم، طلعت من الحبس. طيب مو انت جنبي؟ يعني طول الطريق كانت ايدي بايدك ما؟ أنا رح أطلب كل الأكل الموجود. شو علي؟ بيطلع لك. يا عمري. نسيت الموبايل. عثمان قال لي أول ما بتصلي دقي لي. سليم أكيد بيكونوا قلقانين علينا. ألو، وصلتوا ماما؟ إيه هلأ وصلنا، ولكنا بالطريق رايحين على البيت. بس لازم تمروا لعنا بالأول قبل ما تروحوا على البيت. لوين؟ لكي بدي أقلك عن شغلة بس لا تتوتري. شو صاير؟ ما في شي بيخوف. أبي هلأ بالمشفى. ليش شو صاير؟ شغلة بسيطة بس نزل ضغطه. سليم قلي الحقيقة، لا تلف وتدور. بيسان قلي لي شو عم يصير؟ كان راجع على البيت وفجأة نزل ضغطه وقام أسعفوه على المشفى، بس لا تخافي صار منيح هلا. بأنه مشفى أنتو؟ بيسان مين اللي بالمشفى؟ قلي لي. ماشي جايين فورا. لا تقلقي ماما، خليك معه، ليكنا جايين شوي ومنكون عندكم. مين اللي بالمشفى؟ رشاد قال نازل ضغطه شوي.
الله يشفي. يا ريتك قلت لها الحقيقة، أحسن ما تجي لهون وتتفاجأ. هيك أحسن، ما بديها ترتعب وهي على الطريق. أكيد حسيت إنه صاير شيء. إيه وشو يعني؟ خليها تيجي لهون وتشوف بعينها أحسن ما تضرب الطريق. شبك ليش عم تعيط؟ شو حكي؟ يا بتخرسوا يا بتنقلعوا من هون هلأ. أسفين بابا. الحمد لله مرقت على خير. الله يحرقها إن شاء الله، والله الواحد ما عاد عارف هلأ من وين راح تيجي الضربة. ما كان ناقصنا غير كندة المجنونة. لك خايف شي حدا من المشفى يخبر الصحافة. لفلفنا القصة، لا الشرطة ولا الصحافة راح يدروا بشي إذا انتشرت هالخبرية مننتهي، وخاصة إنه موعد المحاكمة يقرب. إذا انتشر الخبر راح يجر وراء قصص وراح تنعرف كل القصة، ووقتها غير الله ما بيطالعكن منها. لهيك ديروا بالكن وصحكن تغلطوا. طيب كيف بدنا نسيطر على كندا طالما ما راح نشتكي عليها؟ منحاول نقنعها بأي طريقة، ما عنا غير هالحل. قال لي خالي إنه رايح لعندها. عم تتوجع كتير؟ شوي. ما ماشي الحال، ما ماشي الحال، ما حسنت قلت له انتقم لابني. الله ياخذني ان شاء الله. تركني منير، تركني روح، لازم روح وخلص عليه ليبرد قلبي. بكفي حاجة تخبصي ولك. افتح الباب، مو من حقك تحبسني هون. بكفي بقى، خلصت. كندا لا تعملي هيك بحالك مشان خاطر. بعد لا تلمسني، بعد عني. حتى انت متورط معهم كمان بقتل ابني. انت مثلهم، مجرم وقاتل شاركت بقتله لابني. انا مراعي ظروفك وعرفان انه اعصابك تعبانه ومانك عرفانه شو عم تحكي، بس بهالطريقه ما فيك تصلي لشي. هذا الشي ما رح يرجعه. اذا هداك الحقير ما نال جزاته، ابني ما رح يرتاح بقبره، ما رح يرتاح. اتركني روح، افتح لي الباب ولا والله بحرقلكوا البيت باللي فيه. بحرقكم معي. خلاص اهدي كندا، ما فيني اتركك تروحي وانت بهالحاله. اهدي حبيبتي، روقي بقى. خلاص انت واحد كذاب ومخادع، بعد عني. ابني مات وهو زعلان مني بسببك انت، راح وترك هالدنيا وهو مأهول مني. كل هالشي لانه ما حاول يفهمك، لهيك لا تلومي حالك يا عمري. شو كان بدكم منه؟ ليش قتلتوه؟ ليش اخذتوه مني؟ اللي ليش منير؟ اسمعي، صهري ما عمله، بجوز كريم او حدا غيره، بس صهري ما بيعملها مستحيل. معناتها انت ليش حابسني هون؟ ليش حبستوني؟ اللي لمصلحتك انت. الشرطه عم بيدوروا على اللي قوص رشاد وحاول يقتله. ما رح نسلمك للشرطه، لهيك حطيناكي هون. واحمدي ربك انه رشاد ما صار له شيء، لو مات كنت تورطتي بمشكله لا اول ما لا اخر. كل هالشي بلش مع قصه فاطمه، كل هالشي. ومن ليله الحادث حياتنا تحولت لكابوس مخيف. لعنتها لفاطمة عم تحوم حوالينا كلنا، وما رح نرتاح إلا إذا اعترفنا بالحقيقة. رح أحكي كل شي. جنتي أنتي؟ بدي أحكي كل شي للشرطة. معناتها رح خلي صهري يرفع عليكي دعوة ويحبسك. مو فارقة معي، بعد من قدامي منير، بعد لا تمنعني، بعد هيك خليني روح، تركني. ما فيني خليكي تروحي وتعرضي حياتك للخطر، ما بدي إياكي تأذي حالك. بس كرمال هديك الأيام اللي كنا فيها سوا. تركني مراد. عن جد الأكل طيب كتير هون، بس مو أطيب من الأكل اللي أنت بتعمليه. طيب ليش عم تاكل بدون ما تاخذ نفس؟ شو ساوي؟ صار لي زمان ما اكلت هيك اكل، انا جوعان كثير. صحتين وهنا، بس لا تاكل كثير لانه طابخت لك على العشاء. اوه وينك وين العشاء؟ لوقتها بكون جعت مره ثانيه. شو الاكل ما عجبك؟ انا لما بسافر هيك بيصير معي، بتصد قابليتي. امي ليش وشك اصفر؟ قلت نوم، ما في شيء. كنت خايفه نور تغير رايها وما تجي على المحكمه، لأنه بقضيتي قدمت إفادتها ضدي. بس لحسن حظك إن مرقت من هنيك هديك الليلة وشافت اللي صار. لما إجت وحكت كنت رح طير من الفرح. كتبتي لي إياه؟
اليوم دريت انه نتزوجوا. الله يهنيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رب الخلق والكون أجمعين، نحمدك ونشكرك على نعمك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمي اللهم صل على محمد وعلى آله. خلص أمي تركتنا وراحت كريم، تركتني لحالي وراحي. بتتذكري شو قلتيلي لما ماتت أمي؟ شو نسيتي؟ قلتيلي إنك أمي ورح تكوني كل عيلتي. لا تبكي، هالمرة أنا رح قلك إياها. من هون ورايح رح نصير عيلة وحدة وما نترك بعضنا. أنا وأنت ما رح نفترق أبداً، ما رح أتركك لحالك يا أمي. يا روحي أمي، خلاص ما في داعي للبكي هلأ، ليكني أنا قدامك. بس لو شفتها بالمحكمة قديه كانت متوترة، كانت كتير خايفة. أنا قايمة بدي غسل إيدي ووشي، لا تواخذوني. شو صاير؟ ولا شيء، بس هي مو على بعضها. ما قلت لك كانت متوترة. لا في شيء تاني. لا تواخذني، كان تليفوني على الصامت ما سمعته. هلا شفت اتصالاتك. وصلني الخبر، قال كريم طلع. ايه طلع الحمد لله. حكيتي معه؟ نحن لساتنا على الطريق ما حسنت، ناطره لحتى نوصل ونقعد بعدين بحكي له على رواه. انا خايف لا تخل في بعدك لالي ست مريم. لا اطمن، لا تاكل هم، بس خلينا نوصل على البيت بالاول ونريح شوي ونلاقي الوقت المناسب لإله. رح خبره ورح أعطيه الأمانة كمان مثل ما وعدتك. لا تخاف، شو ما صار يصير ما رح أتراجع عن كلامي. ماشي، شكراً لك. وأنا برجع بتصل فيك. ماشي، مستني اتصالك لك. مع السلامة. اتصلوا بالسلامة. Thank you.
ها ليك هنيك رشاد؟ شو صاير؟ تعي عدي ماما. قلت لي نازل ضغطه لأبوك. شو صار رشاد؟ صار معك حادث ما هيك؟ هيك شي. قلي شو صار طمني. طيب اهدي شوي بالأول. رح تخبوا عني مثل عادتكن ما؟ تقوصت بيزا. كندا حاولت تقتلني. يا ساتر يا رب. يا لطيف شو عم تحكي؟ أكيد هي المرة جنت على الأخير. أبي كان فايت على البيت وقوصته من مسافة قريبة بس الله ستر وإجت برجله. يا الله شو هذا اللي عم يصير معنا؟ وين هلا اعتقلتها الشرطة؟ عنا بالبيت. شوفي نحنا ما فينا نخبر الشرطة عنا. شمس كان معنا بنفس الرحلة بالطيارة، صار له علم بهالشي؟ ايه عنده علم، هلا هو عنا راح يشوف كندا. ماما تعي اهدي اهدي. هيك كتير، كيف رح نتحمل كل هالشي؟ سليم خلينا نطلع لبرا. لا تروحوا على البيت طالما هي هنيك. لا لا واقفين برا. كنت خايف من ردة فعل أمي بس ما كانت مثل ما توقعت. اتعودت من كثر المصايب. تعرف لو كان صار له شي لأبي كنت قتلتها بإيدي وشفيت غليلة منها. تعال خلينا نشرب فنجان قهوة. ما جاي عبالي بدي شم هوا. أعطونا طريق بسرعة. يلا بسرعة. شو بهاد؟ حدا سير. طيب استعجلوا شوي لكان بسرعة. اركضوا اركضوا نبضوا ضعيف استعجلوا شوي. ماشي عم تسمعني؟ عم يجعك هون شي؟ طيب وهون؟ ماشي جهزوا لي غرفة العمليات. وينهم أهله للولد؟ ما منعرف جابوه لحاله. أنت بتقربه شي؟ لا لا أنا رايحة أجهز حالي، خذوها على غرفة العملية. ماشي ماشي. شكله كتير تعبان. لازم تدير بالك عليها شمس. من حسن حظكم انه صهري ما صار له شيء. من حسن حظه مو من حسن حظنا نحن. يلا كندا اركبي خلينا نمشي من هون. المسدس وينه؟ ان شاء الله مفكر انه راح اعطيك المسدس بعد كل اللي صار. هذا المسدس الي انا. خليه معنا ما بتعرف شو بصير. كندا عم بتهددنا انها راح تعترف بكل شيء. نسيت انه ابنه متورط مثله مثلهم؟ لا تجيب اسم ابني على لسانك. وانت دير بالك على كندا منيح.
ما بتسمحوا له تفوت لهون بنوب، حكي مفهوم؟ مفهوم يا بيك. وما بدي اي حدا يدرى بالشيء اللي صار، اذا حدا بيدرى انتم المسؤولين. امرك سيدي. شو تحركنا؟ من زمان كنت سرحانة ما لاحظت. شو رح نضل بالسيارة؟ خلونا ننزل. انتوا انزلوا، انا حابة يضل هون. شو رأيك؟ ننزل. تشربوا شاي؟ لا يسلموا. لا حبيبي يسلموا. ليش ما بدك تنزل معه؟ لا انا مرتاح هون. أنا واتو لفخر الدين بيك. الليلة رح أعطي كريم الرسالة. خايفة من ردة فعله بعد ما يعرف بهالشي. بظن شو ما كان مكتوب بالرسالة، أنتِ إلك الحق على كريم لأنه أنتِ اللي ربيتيه. قضيتوا سنين طويلة أنتِ وياه، وعشتوا مع بعض، وتقاسمتوا الحلوة والمرة مع بعضهم كمان. أنا ما بظن إنه ممكن يزعل منك أبداً، لأنه صعب كتير. السنين اللي عشتوها مع بعض ما بتنمحى بجرة ألم. لا تخافي، ما رح يزعل منك. لا تقلقي، أكيد كريم رح يفهمك. أنا مرعوبة وخايفة إني أخسره. أنا بعرفه لكريم. مريم خانو، لما كنت أطلع الصبح وأتمشى كنت حب منظر الطيور. بتصدي كنت كل ما اشوفها الصبح ابعث لك سلامات معها. وهلا تحققت وحده من اهم امنياتي، اني يكون معك واقف جنبك. جاي على بالي اصرخ بصوت عالي وقول اني انا مبسوط. شو بتعملي لو صرخت؟ لا ما بتعملها. بعملها. لا اصحك، الكل رح يطلع عليك. لك يطلعوا، رح اقول لهم شو بكون. ليش عم تطلعوا؟ هي مرتي وانا سعيد كثير معها. ايه ماما. طلع هنن كمان طلعوا بنفس الوقت. معك حق، بس شو بدي ساوي؟ ما قدرت اجي، مو بايدي. قلت لك انا اسف ماما. مرحبا. انتو كمان رايحين على اسطنبول؟ ايه. منيح اللي تقابلنا لانه ما شفتك بعد المرافعه لقلك شكرا. كنت بدي اتصل فيكي بس وصل. بوعدك اني الاسبوع الجاي رح كون عندك. خلي لي اياكي يا امي وسلمي لي على ابي. لا تؤاخذوني. مرحبا. مرحبا. كيف كانت سفرتكم؟ مو متعبة كتير. بهالمناسبة بدي أقلكم إن شاء الله ألف مبروك. شكرا إليك. تسلمي. صدفة غريبة إنك تمري من هنيك بنفس الليلة. إيه مزبوط. بدي أتشكرك لأنه إجيتي وشدتي قدام القاضي. ما كان فيني ضل ساكتة وإنت محبوس رغم إنك بريء. مش الحال، ليكن طالعوا. بالنسبة لإلي لسه ما مشي الحال، لأنه لساتني المتهم الوحيد بقتله، وما راح أهدى قبل ما يكمشوا المجرم. بينكمش إن شاء الله وإلا ما تبان الحقيقة. أنا بردانة، خلينا نفوت لجوا. ماشي. عن إذنكم. إذنكم معكم. شكراً لك مرة ثانية. الحمد لله على سلامتك. عن إذنكم. وسخ. أنا بحياتي ما رح أنسى له اللي عمله معك. خلينا ننسى الماضي، المهم إنه نساعده هنا هلا. كتر خيره ومساعدته على عيني وراسي، بس خليه يضل بعيد عنا. إن شاء الله بنكمش المجرم وبتنتهي القضية وبنرتاح. قلتك معقول يكونوا بيت رشدان قاتلينه؟ أنا شاكك بمصطفى. مصطفى؟ كأنك نسيتي. ما قالوا إنه في شخص ثالث كان على الشط. كريم شو عم تحكي أنت؟ أسار الأقدام جاي من البحر وراجع على البحر.
بدك دليل أكثر من هيك؟ ماني مصدقة اللي عم تحكي، عم تتهمه بس لأنك بتكرهه. عم قلك احتمال يكون هو. لو كان في شيء من هاد ما كان ساعدنا ليطلعك من السجن. وانت ليش عم تدافع عنه لهذا الزلمه؟ انا ما عم دافع عنه، بس انت لا تتهمه باطل. انا ما عم بتهم حدا. عم تعمل مثل ما صار معك. كيف بتتهمه للزلمه وانت ما بتعرف شيء؟ ما عم صدق انه عم تناقش مشان مصطفى. وانا كمان. هلا ولا بعدين رح تنكشف الحقيقه. لا اكيد رح يبلشوا يحققوا ورح يقدروا يوصلوا لها. بس انا ما رح اسمع بهالشيء ابدا. هلا ليش عم تطلع عليهم؟ طيب خلص درت وشي. فاطمة اسمعي، انا مرقت بفتره كثير صعبه، كنت محبوس وايدي ورجلي مربوطين وهالزلمه كان عم يحوم حواليكي. نفسيتي تعبت وما عاد تحملت، بس انا بوعدك كل شيء رح يتغير، اطمني. حاولي تفهميني، وقفي معي. لا تزعلي. ماني زعلان. طول الطريق وانت نايم. وين بدك تقعد بعد ما توصل على اسطنبول؟ قلت ما بتعرف اي حدا هون باسطنبول؟ سمعتك عم تحكي على التليفون. إذا بدك فيك تنزل عندي. ليش عم تطلع هيك؟ بيتي كبير كتير، فيك تقعد عندي كم يوم لبين ما تلاقي لك بيت. وليش لتعملي معي هيك شيء؟ كيف بتعزمي واحد ما بتعرفيه لعندك على البيت؟ مانك خايفة؟ اللي مثلك ما بيخاف منه. أنا إلي نظرة، بعرف الواحد من عيونه، يعني أنت ما بتخوف. انت لساتك بتحبها؟ رجعنا نور، مبين من عيونك، لا تنكر. اشفق عليك ولا على حالي ما بعرف. انا بحبك انت، وحياة اغلى شي عندي بحبك انت يا نور. وشو اغلى شي عندك مصطفى؟ صدقيني بحلف لك بكل شي غالي عندي. حيرتيني والله، ما عاد عرفت كيف بدي اثبت لك حبي. ما في داعي تسمع. معناتها لا تفتحي لي هالسيره مره ثانيه وتنزعي لي مرايي. ماشي. تشربي شاي؟ لو سمحت. مور اخي. لا يسلموا. أنا كتير مرعوبة، متأكدة إنه ردة فعله ما رح تكون سهلة، وأنا مستعدة لهالشي، بس أنا خايفة يكرهني لأنه خبيت عنه الحقيقة. الشاي بارد. ليش أمي مهمومة؟ لا تسألني عن شي، هي رح تحكي لك كل القصة، اسمع منها. قولي لي هداك الزلمة شو حكي لأمي؟ ما بعرف، حتى أنا ما حكيت لي عنه. عيونها معباية دموع، متأكد إنها مخبي شيء. كانت زعلانة لأنك محبوس، هالفترة ما كانت سهلة عليها، المسكينة تعبت أعصابها كثير. أكيد كل شيء رح يتصلح، والمي بدها ترجع لمجاريها. أنا بوعدك رح نعيش أيام كثير حلوة مع بعض. إن شاء الله.
وصلوا. اركض خبر ابوك، اركض اركض. بابا تفضل. كتبتي لي بالرسالة إنه البيت حلو كتير، بس ما توقعت لهالدرجة. البيت كتير حلو وكتير شرح، شوف المنظر من هون. أوه بتجنن. بابا مراد تعال عندي يا بطل. كريم لمعي. الحمد لله سلامتك. الحمد لله سلامتك كريم، كيفك؟ شو أخبارك؟ فرجيني لشوف. ما شاء الله انت منيح. ما يخزي العين، هو منيح فاطمة مو؟ ألف مبروك أختي، ألف مبروك مريم خانو، ألف مبروك لنا كلنا. هات عنك أخي. لا لا ما, لا ما بصير، هات خليني شيل عنك. الجنينة حلوة كتير وكبيرة. حملني. مراد عمو كتير تعبان، بس أنا مشتاق له. كلنا مشتاقين له، كتير اشتقنا له. تشتاق لك العافية. تفضل أهلا وسهلا. بيتنا هنيك كان أحلى من هالبيت بكتير، بس مضطرين نعيش هون، شو بدنا نعمل؟ ليش فاطمة ما عم ترضى تحكي معي؟ هي ما أنا مزعوجة منك أنتي، بس فينا نظبطه لهالبيت ورح تشوفي. مزبوط مزبوط. نعمل له وش دهان. والجنينة كمان بدها شغل كتير. ما رح تتركينا ما هيك؟ خليكي ست مريم، لا تتركينا وتروحي. ايه اسحب تمسكو. شبكي فاطمة، هذا صندوق جهازها. فاطمة استني، ما فيك تحملي لحالك. ميسر وقفي وقفي، رح توقعي من ايدك. لا تخاف ما بقعه. شوفي ولا شيء. ميسر تعي اجا كريم. ايه اهلا وسهلا عيني. ميسر فوت سطحه. امي بتعرف انك اشي شافتك من فوق. هذا هون الصالون طبعا، وهون غرفة نوم الاستاذ نزير والحمام والمطبخ. فايت على اوضتي غير اوعيي. ماشي. هون كان مكتبه للاستاذ، بس هلا رح تصير اوضتك انت. يعني انت بدك تنام هون؟ والله نحن كتير تقلنا عليك. انا مبسوط بوجودكم هون. تعا تعا خليني ارشيك على اوضتك. كتير حلوة والله. ما بعرف كيف بدي اشكرك يا استاذ. انا قلت لها لفاطمة ما بحب المجاملات الفاضية. خلونا نطلع لفوق. تعال. المطبخ الكبير صاير فوق، وكمان في حمام فوق. المنظر بياخد العقل. قد ما طلعت ما بتشبع منها، كتير حلوة. كريم قولي له الحمد لله على السلامة. ميسر إلك وحشة كتير. والله سفقدنا لك كريم. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سلامتك. لو تعرف شو صار لي أكيد ما حكوا لك، كنت رح موت لولا إنه ربك من عنده ستر. حادثة بسيطة بسيطة. إيه بس كنت رح موت والولد كان رح يروح. شو عليه؟ الحمد لله إنه ميسر والولد ما صار له شيء. ألف مبروك، سمعت إنك حامل ببنت. تعال أفرجيك الباقي. شبكي ليش انتي؟ شبك بدي روح على الحمام ولا ممنوع عيني؟ هي غرفة الست مريم وهي غرفتي انا.
حلوة كتير. إلى برندا كمان، عطيناها أحلى أوضة هون لفاطمة. أنا حطيت أواعيك وغراضك عندي بالغرفة هون. تمام. أنا بقول خلينا نجيب غراضة للست مريم اللي عندي على غرفتي ومناخد خزانتها ومنحطها عندك بالغرفة. ليش وعلى شو كل هاللبكة أنت التانية؟ المفروض تناموا بنفس الأوضة. مرت أخي أنت ليش تركتي الفرشة؟ رايحة الحمام، الحمام. ليش عم تغيري الموضوع؟ لكان ليش حاطة فستان العرس عندك بالخزانة؟ إذا طبتي فيك ترجعي على بيتك مرت أخي. لتكوني مفكرة أني قاتلة حالي على القعدة معكن هون؟ إلا عيني، أنا كنت رايحة من حالي. سألي لمعي، شو قالت لي الدكتورة؟ قال خليها ترتاح، هيك قال. لكن يلا فوتي على الحمام ورجعي على تختك، الوقفة ما بتواتيكي. إمتى رح نتعشى عمتي؟ جعت يا قلبي؟ شوي. خلينا نريح شوي وبعدين بناكل. يا الله، نسيت الباب مفتوح، خليني روح سكره. ما فرجيتيني أوضة أمي. ليكا. مبسوط كتير. أنا كمان مبسوطة.